تاخذ سعر السوق؟ هلا ربما سببين. السبب الاول اعاده بعض الحياه الى هذه الحكومه المستقيله في حال تعثر تشكيل حكومه جديده، والسبب الثاني البديهي عشيه انتخابات تشريعيه، يعني لابد من إجراء في الربيع المقبل. الإسكوا تتكلم عن 81% من الفقر، بينما ثلاث برامج التمويلية تغطي فقط 60% من الفقراء. فإذا بضل عندنا نحن 21% من فقراء لبنان من دون أي عون أو معونة مالية، وهذا بالطبع بده كمان يأثر سلبا على هذه الفئة من اللبنانيين الفقراء الجدد. الفقراء الجدد طبعا. هذه 126 دولار شهريا تدفع، مش أكيد أنه تدفع بالدولار، بالدولار أو بما يساوي الدولار في السوق الحقيقية الواقعية، هل يعني عمليا 4 دولارات يوميا؟ يعني بتعرف حق المنقوشي اليوم 10,000 ليره، يعني اقل من سعر منقوشي. لذلك انا قلت انه هذا البرنامج ابعد ما يكون عن تطبيق على فقراء لبنان شبكات الامان الاجتماعي، يعني بلا الاستعمال استعمال هالكلمات هيدي الكبيره لاعمال فعلا مش متواضعه، اقل من متواضعه واقل من قليلة وأقل من صغيرة. 4 دولارات يوميا، وهذا بتذكرني بأغنية شوشو الله يرحمه: شحادين يا بلدنا صرنا كلنا شحادين. إذا خشبت الخلاص هي المنقوشة يوميا لأسرة بكاملها، فليعتبروا ذلك خلاصا. هلأ يتكلمون عن 3 سنوات مساعدات، أنا أستبعد ذلك. يعني أنا برأيي بما يتوافر اليوم من أموال هذه البرامج الثلاثة لا يمكن أن تمتد على أكثر من سنة، 12 شهر لا أكثر ولا أقل. ومثل ما قلت لك هي أبعد ما تكون عن شبكات الأمان الاجتماعي، ولا يمكن أن نعتبرها أمناً أو أماناً اجتماعياً للفقراء، لفقراء لبنان الأساسيين ولفقراء لبنان الجدد. إنه يردوا أموال الناس إلى الناس ويتخلوا على الدعم منذ النهار الأول، اللحظة الأولى، كانت هذه أفضل طريقة لأن فعلاً نحافظ على رصيد، يحافظون على رصيد تلك الأموال في البنك المركزي ويساعدون فعليا. وهذه نقدر نعتبرها، مع أنه أموالنا نقدر ندرجها في إطار شبكة أمان اجتماعي ولو من أموالنا، بينما كل هذه البرامج قلت لك هي برامج المنقوشة يوميا. يعني آلية الاختيار، كيف سيتم اختيار الأسر؟ وكيف فعلا أسرة فقيرة كيف ستتعامل مع هذه البطاقة إلكترونيا؟ هذا هو سؤال أيضا آخر، لأنه في تعامل إلكتروني بالموضوع وفي تسجيل، يعني في استعمال للوسائل، وسائل الإلكترونية. ما بعرف قديش فقراء لبنان عندهم تلك المعلومات وتلك القدرة على أن ينخرطوا في عملية من هذا النوع.